أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ضيف اليوم. سنتحدث في هذه الحلقة حول التنسيق الأمني. هذا التنسيق الأمني ولد مع أول يوم من المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية السرية التي انعقدت في أوسلو. يقول الكثيرون أن ورغم كل الهزات والانفجارات التي حدثت بين الجانبين في مسيرة التسوية الصعبة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فإن هذا المصطلح ظل على قيد الحياة. مؤخرا الرئيس الفلسطيني هدد بوقف هذا التنسيق الأمني. سنتحدث حول حيثيات التنسيق الأمني ومختلف القضايا مع اللواء عدنان ضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية والمفوض العام للتوجيه السياسي. مرحبا بك. مرحبا. يعني بداية نسأل هنا عن مصطلح مثير للجدل يعني يتداوله كل الفلسطينيون حول التنسيق الأمني، ماذا يعني هذا التنسيق الأمني؟ بداية لابد من الإشارة إلى أن الاتفاقات توقع بين الدول لثلاث أسباب، إما لتعدل أو لتبدل أو لتلغى، ولا يوجد اتفاقات دولية استمرت ولم تخضع لهذه الثلاث أساسيات. لكن الاتفاقات توقع لتحقيق مصالح لطرفين أو لأكثر، إلا إذا كانت الاتفاقية مبنية على نتائج معركة حاسمة كالحرب العالمية الأولى اللي وقعت اليابان وألمانيا فيها اتفاقيات إذعان، وهذا مختلف تماماً عن الموضوع الذي نتحدث عنه. لكن التنسيق الأمني بين فلسطين وإسرائيل هو مبني على اتفاق أوسلو، وهو جزء من اتفاق وبارغراف من اتفاق كامل يتحدث عن الاقتصاد ويتحدث عن العلاقة الكاملة ما بين نواة دولة فلسطين وما بين الاحتلال الإسرائيلي أو إسرائيل. هذا التنسيق هو قرار سياسي وليس قرارا أمنيا. فكنت أتمنى لو سموه التنسيق السياسي مش التنسيق الأمني في الباراجراف، على اعتبار أن الأمن لا يصنع سياسة ولا يشرع قانون. الأمن يطبق وينفذ سياسة وينفذ قانون، فنحن في الأمن لم نصنع هذا الاتفاق، صنعه السياسيون أو المستوى السياسي في منظمة التحرير الفلسطينية، وفي الوقت الذي يأتي المستوى السياسي ليقول أنهينا هذا الموضوع نحن سنكون منضبطين كما كنا منضبطين في تنفيذ الاتفاق. نحن منضبطين للمستوى السياسي الفلسطيني تماما في هذا الموضوع وفي كل المواضيع الأخرى. الموضوع السياسي هو أصبح في الآخر موضوع التنسيق الأمني موضوع معزوفة، قبل أن أدخل في تفاصيله. أصبح ليه اليوم أصبح معزوفة تعزفها حكومة الاحتلال ومعزوفة تعزفها حركة حماس؟ اثنين بيعزفوا بنفس اللغة على نفس الوتر على نفس اللحن. يعني هل 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 فقط حركة حماس؟ أيضا هناك فصائل كالجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وأعضاء أيضا اللجنة التنفيذية يطالبون بوقف التنسيق. على القليلة أعضاء اللجنة التنفيذية بيطلع لهم مش يطالبوا، لأنه هم وقعوا على ذلك في قرار اتخذته اللجنة التنفيذية اللي قررت اتفاق أوسلو، واللي منهم مش معجبه بيقدر ياخذ قرار في نفس اللجنه التنفيذيه بالغاء اتفاق اوسلو وبالمواجهه العنيفه مع الاحتلال. لم تنشوف انو بده يضل في البلد وانو بده يطلع خارج البلد، وانو بده يبقى يحرث بهالارض وانو بده يطلع خارج البلد. نحن في المؤسسه الامنيه الفلسطينيه مؤسسه منضبطه للمستوى السياسي، اذا قرر المستوى السياسي الغائه نحن سننضبط لذلك، إذا قرر المستوى السياسي إبقاؤه سننضبط لذلك. هذا الموضوع يعني ما حدا يدخلنا في فلسفة زيادة إنه هذا الموضوع أمني، هذا الموضوع السياسي. تستفيد منه حماس في غزة في المعابر، تستفيد منه في الكهرباء، تستفيد منه في إدخال الناس. يعني حماس تطالب الآن في رفع حصار عن غزة بفتح الخمس معابر. طب كيف بدنا نفتحن بدون تنسيق؟ طب كيف بيدخل النفط؟ يعني هناك جانب حياتي معيشي في التنسيق الأمني. يعني هو كتلة، هاي رزمة، رزمة مصالح لنا ورزمة مصالح للجهة الموقعة الأخرى. ولا هو يعني إحنا يعني هزمنا إسرائيل في معركة حاسمة على طريقة الانتصار الأخير، في معركة حاسمة، وأصبحنا إحنا موجودين على تخوم تل أبيب، وإحنا يعني وقعناهم على اتفاق إذعان، جاءوا وقعوا عليه الإسرائيليين أو وقعونا على اتفاق إذعان؟ لا، في اتفاق مصالح وقع،
في مرحلة سياسية اقتضت وجود هذا الاتفاق. نحن نقول بأن هذا الاتفاق نحن ننظر إليه من زاوية ما يحقق من مصالح فلسطينية، والإسرائيليين ينظروا إليه ما يحقق من مصالح إسرائيلية. هم ينظروا من هاي ويحاولوا أن يدفعوا بهذا الاتجاه، ونحن نحاول أن ندفع باتجاهنا. أنا بدي واحد بس عاقل في الدنيا يقول لي أنه يعني الجانب الاقتصادي، جانب المعابر، الفضاء الإلكتروني، حوادث السير. طيب أقول لك أكثر من هيك، الفلسطيني مرتبط في هذا النظام في الاتفاقية ابتداء من شهادة الميلاد وحتى شهادة الوفاة في الاتفاق. يعني صحيح. يعني هذه سير أمور حياتية، كل هذه التفاصيل. لكن الشق الأمني في موضوع التنسيق الأمني، يعني بعض الفصائل تقول أو من ضمنهم حماس تقول بأن السلطة تأتمر، أو أجهزة أمن السلطة تأتمر بأجهزة أمن إسرائيلية لاعتقال بعض كوادرها. شوف أنا أقول لك، هم لم يتوقف تنسيقهم مش الأمني، تنسيقهم المهم تحت الطاولة مع الاحتلال. نحن ننسق في إطار اتفاقية فوق الطاولة ونعرف ذلك. نحن لم نسلم فلسطينيا واحدا، ولم يتدخل الاحتلال فينا، ولن نسمح له أن يتدخل بالكرامة الفلسطينية وبالوطنية الفلسطينية في قضية الأمن. نعالج الأمن بما يحقق المصالح الفلسطينية وليس بما يحقق المصالح الإسرائيلية. لكن في أي محيط إقليمي في الدنيا تحقيق الأمن لدولة أو لشعب ربما يستفيد منه، وهذا المطلوب الآن في العالم باللي بسموه الأمن الإقليمي أو الأمن الدولي، ونحن جزء من هذا العالم. يحقق أمنا لشعبه فيتحقق أمنا للدولة المجاورة. شو بصير؟ القضية لا يمكن أن تقاس إلا بمقياس أن حركة حماس التي لم تتوقف لحظة عن التنسيق مع الاحتلال تحت الطاولة وفوق الطاولة في جنيف وفي الدولة ذات الحدود المؤقتة. طب حماس تنفي فعليا سيادة اللواء، هل لديكم يا أخي تنفي اللي بدها إياه؟ إحنا لا ننفي. هل لديكم وثائق أو معلومات مؤكدة؟ السيد الرئيس أعلن بوضوح، والسيد الرئيس معروف بمصداقيته في العالم، لم يختلف اثنين في العالم من أعدائه أو من أصدقائه على أن هذا الرئيس، هذا السيد الرئيس هو صادقا وله مصداقية. عندما يقول بالحرف أن لديه من الأدلة ما يكفي عن التنسيق الذي أن التنسيق بين حماس وبين الاحتلال بأنه لم يتوقف، نحن ليس فقط نصدق ذلك، متأكدين من ذلك. أكثر من هيك، إحنا متأكدين بأنه هذا يجري. وأنا أقول لهم أبعد من ذلك، أقول لهم ليسألوا السيد غازي حمد هل توقف عن الاتصال بالإسرائيليين يوما، وهو ممثلهم في هذا الموضوع في الاتصالات، أحد الممثلين في الاتصالات. أقول لك بالعين المجردة، ونحن لا نعيب في ذلك، لكن من الجريمة ومن العيب على أن يعني أن ينهى عن خلق ويأتي بمثله، هذا عيب. الآن اذهب إلى غزة، وأنت تستطيع أن تذهب كصحفي لترى كم يبعد النقطة التي عليها قوات حماس عن نقطة الاحتلال، وكيف يتم العلاقة في إدخال الناس على معبر إيرز مثلا. هذا موضوع حياة الناس. يعني بكرة بدنا إعمار غزة، واليوم بدنا إعمار غزة قبل بكرة، وحماس تعيق إعمار غزة. طب كيف بدنا ندخل بإعمار غزة؟ طب أنت تقودني إلى السؤال سيادة اللواء، يعني في ذات الموضوع الرئيس يعني محمود عباس هدد بوقف التنسيق الأمني بعد يعني إعلان الرئيس بتهديده بذلك. رأينا بعض المسؤولين الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم الإسرائيليين، قالوا بأنه ربما هذا الوضع إذا ما أوقف التنسيق الأمني سيجر الضفة الغربية إلى دوامة عنف وصراع، هل هذا صحيح؟ شوف أنا قلت لك الإسرائيليين الآن يعيشوا في أزمة العزلة الدولية، والعالم كله يعرف ذلك، وهم يعرفوا ذلك ويتحدثوا عبر فضائياتهم عن أزمة إسرائيلية حقيقية. هاي الأزمة في الحكومة يعني قاعدة تترك ظلالها على كل المحيط، وأقرب ناس تترك ظلالها عليه نحن الفلسطينيين. اليوم نحن في السلطة كما أوضح السيد الرئيس بلا سلطة،
بلا دولة بلا أمن بلا حدود بلا عصمة. أن نبقى مستمرين في هذا الوضع الذي كان يجب أن ينتهي عام 1999. جاءت إسرائيل في العام 2002 وأنهت فيما أسمته بين قوسين عملية الصور الواقي، وهي عملية التدمير للفلسطينيين، وهي التي دمرت فيها كل مؤسسات الأمن الفلسطينية وكل أدواته وكل آلياته، ولا زال يوجد لنا 700 معتقل أسير من الضباط والجنود داخل الأسر في لدى الاحتلال، وآلاف من الجنود والضباط الذين استشهدوا في المعارك التي كانت في تلك الفترة. إسرائيل دمرت كل الاتفاق. نعم. الآن إذا بقي من الاتفاق بس التنسيق الأمني، لا بدنا شيئا. يعني هل استخدم تهديد ورقة ضغط الرئيس على الإسرائيليين وعلى الإدارة الأمريكية أيضا؟ أنا أعتقد أن الرئيس لا يستعمل أوراق تكتيكية، ولا أعتقد بأن الرئيس عرف عنه أنه يقول شيئا ويعني يتراجع عنه. لا، الرئيس وضع مجموعة من الخطوات، القيادة السياسية وضعت مجموعة من الخطوات، قالت سنذهب إلى مجلس الأمن إذا استعملت الولايات المتحدة الفيتو ولم ننجح في توصيل رسالتنا إلى مجلس الأمن في وضع سقف زمني لانسحاب الاحتلال، سنذهب إلى كل المنظمات الدولية. صحيح. بما فيها اتفاقية روما وبما فيها محكمة الجنايات الدولية. كل ذلك، إذا كل هذا لم تأتي إسرائيل إلى طاولة المفاوضات لتعترف بدولتنا على حدود الرابع من حزيران عام 67، وتعترف بعاصمتنا القدس عاصمة لهذه الدولة، وتعترف بالحدود والأمن وحق الحياة وتقرير مصير الفلسطينيين، نحن سنترك الاحتلال يتحمل مسؤوليته. وهذا ماذا يعني؟ أن يأتي الاحتلال يعني إحنا عامل هو احتلال خمس نجوم. صحيح. احتلال خمس نجوم ما رح نسمح له بذلك. التنسيق الأمني جزء من هذا الاتفاق، سينتهي كل الاتفاق. طب هل يخشى الإسرائيليون فعليا يعني باختصار؟ أنا باعتقادي يخشوا ذلك. أنا باعتقادي الإسرائيليين يخشوا ذلك، والإسرائيليين يخشوا ذلك لأنه يتعارض أيضا مع مصالحهم، وهم يخافوا ذلك. لماذا يخافوا ذلك؟ لأنهم يبحثوا عن إبقاء الأمر القائم قائم، يعني بدهم الواقع الموجود هو واقع موجود، لا بدهم إياه يتقدم لقدام. صحيح. ولا بدهم إياه يصل إلى حد المواجهة والانفراط والعالم يحملهم مسؤولية ذلك. نحن نبحث عن مصالحنا بالدرجة الأولى، مصلحتنا تقول بدنا دولة. إذا كان التنسيق الأمني هو المعيق في إطار تحقيق الدولة، أنا بقول لك لينتهي إلى الجحيم. سيادة اللواء، سنأتي إلى هذا الموضوع تحديدا وما بعد اليوم الثاني إذا ما نفذت هذه التهديدات بوقف التنسيق الأمني، كيف ستكون الأوضاع، لكن فاصل قصير مشاهدينا الكرام ومن ثم نواصل.